غلب تبارك الله كونكسيون على البيسات فيهم ويفي اسطول طاري جديد فيه ويفي تبارك الله ما ينقطع الى بل منين وعدي والبرد وقدامي كرهات هذه حضاره والله تبارك الله هذا اللي تقولي اسطول ما تلبري هذا عاد اسطول جوي هذه شركة سونوف قايل لك علينا حضارة في الدقة وحضارة في التكنولوجيا والله تبارك الله لا قلدنا البرد قايل لك علينا هذا سونوف اعلنوا قمة في ذلك قالوا النقل ودبش ما يقد به اللي موثق بعد قاع بصاجة متموك هذا سعد الله اللي تمرقد فيه حانيني شوي لا ينقف حانيني حاني سونوف متعة السفر